لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، في البداية يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه لرعايته لهذا المؤتمر، كما أتقدم بالشكر والتقدير لرئيس هذا المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة ديننا وأوطاننا. السادة الحضور، في هذه الجلسة العلمية الخامسة لمؤتمرنا هذا، والتي تأتي تحت عنوان الحفاظ على البيئة، والتي تهدف إلى بلورة تصور وفق معارف الوحي والتراث الإسلامي الذي يحمل في طياته التجربة الإسلامية والتطبيق العملي للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فديننا الإسلامي يتمتع بنظرة عميقة وشاملة للبيئة، حيث طالب أن يتعامل الإنسان مع البيئة من منطلق أنها ملكية عامة يجب المحافظة عليها حتى يستمر الوجود. فمفهوم البيئة في الإسلام يعني جملة الأشياء التي تحيط بالإنسان، بدءا من الأرض التي تقله، صعودا إلى السماء التي تظله، وما بينهما من العوامل والمؤثرات المختلفة على جميع عناصرها من ماء وهواء وتربة، مما يكفل لها القدرة على توفير سبل الحياة الملائمة للإنسان وغيره من الكائنات الحية الأخرى التي تشاركه الحياة على الأرض. فالمنظور الإسلامي حول حماية البيئة يعكس صورة إيجابية عن الإسلام وكيف يحتضن كل مسألة تواجه البشر على وجه الأرض. ويشرفنا في هذه الجلسة العلمية نخبة من العلماء والمفكرين، الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، الأستاذ الدكتور رضوان السيد عميد الدراسات العليا بجامعة محمد بن زايد، المهندس أحمد عباس مدير عام جهاز شؤون البيئة، فضيلة الشيخ بيار سباهيو رئيس المشايخ الإسلامية بألبانيا. والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار. سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الشكر لله أولا، ثم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شرفنا برعاية هذا المؤتمر، ثم لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، هذا الرجل العالم المفكر الداعية المجدد الذي يبذل أقصى جهده بإخلاص لخدمة الدعوة الإسلامية ولتقديم كل ما هو مفيد لمصر ولكافة بني الإنسان. هذا أولا. وبالنسبة للبحث الذي تقدمت به، هو عنوانه المدخل الفقهي المعاصر لمواجهة مستجدات التعدي على البيئة في التشريع الإسلامي، وهي ورقة أنا أرجو أن تحظى بالاهتمام في قراءتها، لأنها تضع مدخلا تشريعيا معاصرا لمجموعة من الجرائم التي تصيب الإنسان والبيئة وتكدر صفو المجتمع الإنساني كله، وهي ليست مسبوقة بحلول تشريعية موجودة في النظم القانونية. نعم، جرائم البيئة جرائم صدمت بها الإنسانية ولم يكن لها نسق تشريعي من قبل. ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس أنه قد وضع
في تشريعه العظيم المداخل والمبادئ التي يمكن أن تجد الإنسانية فيها طريقا إلى حل هذه المشكلة التي تؤرق الإنسانية وتعالج آثارها بطريقة تشريعية محكمة. ولذلك أنا أحرص دائما على أن أقول إنها مدخل تشريعي لمواجهة مستجدات التعدي على البيئة. وفيما يتعلق بهذا الموضوع فإنني قد قسمته في البحث إلى منهجه العلمي الذي يستحقه، لكنني في هذا الوقت سوف ألخصه تلخيصا مفيدا يبين أهم النقاط التي يحتويها هذا البحث. وبداية أقول لم يكن أحد يتصور وقت أن أنزل الله كتابه الخاتم وتحدث فيه عن مفردات البيئة من الهواء والماء والأشجار والحيوان والنبات والأرض والسماوات، أو حين تحدث عن الهدهد والنمل والخيل والبغال والحمير، أو ما تحتويه البحار والمحيطات من الياقوت والمرجان واللؤلؤ والحيتان والأسماك والمخلوقات. أقول لم يكن أحد يتصور حين تحدث الله عن تلك المخلوقات وكشف لعباده عن أسرارها وطبائعها وأحوالها وما يحيط بها من ماء ويابسة وهواء أنها كائنات تسبح بحمد ربها وتنطق بعظمته وجليل نعمائه، وأن لها مشاعر تبكيها وتحزنها فما بكت عليهم السماء والأرض، وأنها تنطق بالحكمة وفصل الخطاب فقد قالت نملة لقريناتها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، كما صنع الهدهد فيها مع بلقيس قصة في الحكم والسياسة والشورى والديمقراطية والأخذ بأسباب المدنية المعاصرة ما لم تصل إليه المدنية المعاصرة بعد. وحين توعده نبي الله سليمان بالعذاب الشديد أو الذبح رد عليه قائلا أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وصدق الله حين قال عن خلقه في الكون وفي الطبيعة وفي البيئة وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقد كان هذا الصد القرآني في سياق الأخبار أو القصص، الإخبار أو القصص الذي يقصد بها الطلب. الله عز وجل لا يسوق الكلام عن هذه البيئات لتسلية الناس بها، وإنما يسوقها على أنها أسلوب طلب قرآني يقوم على الخبر. فإخبار القرآن الكريم ما هي إلا طلب من الله تبارك وتعالى أن يكف الناس عما أخبر به إن كانت نتيجته سيئة، وأن يعملوا ما ورد في هذا الخبر إن كانت النتيجة التي انتهى إليها حسنة. فالخبر القرآني فيه طلب في النهاية، فكل خبر في القرآن الكريم يؤول أمره مع النهاية، مع الطلب الذي يريد الله عز وجل من عباده أن يفعلوه أو أن يكفوا عنه. لقد تعامل الناس مع مفردات البيئة بطيش وطمع، فتحولت النعمة إلى نقمة وتكشرت وكشرت عن أنيابها، وها هي ترسل قيظها وبردها وترد لمن أساء إليها صاعا بصاع، وما لم يبكروا في الالتزام بواجبه نحو البيئة سترد لهم الصاع صاعين أو ثلاثا أو أكثر. وفي التعدي على البيئة يتحمل الضعفاء نتائج ما يفعله الأقوياء، وكذلك أيضا يتحمل الفقراء ما يفعله الأغنياء. إن جرائم البيئة شديدة الخطر كثيرة الضحايا، لأن مخاطرها ليست عادية، كما أنها لا تخضع في التجريم والعقاب لما ألفه الفقهاء بخصوص زمان الجريمة ومكانها، فهي تصيب العالم كله مع اختلاف فروق التوقيت، فهي لا تعرف زمنا كما تتجاوز حدود المكان، لأن مخاطرها متعدية تتجاوز الحدود ولا تعرف الموانع والقيود، يحملها الهواء أينما اتجه وتعبر الحدود حيثما كانت، فهي لا تعرف النظم التقليدية
التي درستها البشرية في علوم التجريم والعقاب، ويبقى الفضل في الحديث عن مخاطرها لله سبحانه الخالق المبدع العظيم ولكتابه الذي نبه البشرية إلى تلك المخاطر دون أن يكون مسبوقا فيه. أولا، فهي جريمة عابرة لا تعرف وطنا ولا تعرف زمانا ولا مكانا. ثانيا، أنها جريمة شرسة لا تفرق بين طفل ومسن، ولا بين صغير وكبير، ولا بين قوي وضعيف، ولا بين رجل أو امرأة، ولا بين إنسان وجماد أو ماء ونبات. وحين وقع حادث تشيرنوبيل سنة 1984 لم يقف خطره عند حد ولم يفرق بين فرد وفرد، فهي نموذج كامل لجريمة العبث بالكون. كما أن البيئة حق خالص لله تبارك وتعالى، فحين نقسم الحقوق إلى حقوق العباد وإلى حق الله نجد أن حق الله خالصا في البيئة، لأنها غير مملوكة لفرد أو مجموعة من الأفراد أو دولة دون دولة. وما الحدود الدولية بشأنها إلا خطوط ورقية، لأنها لا تعترف بهذه الحدود المصنوعة بين الدول، وهي لا يمنعها الهواء، والهواء الملوث لا يقف عند حد، والماء المسمم لا يقف في مكانه، ولا هي لا تخضع لتأشيرات أو منافذ الدخول أو الأمن. فيجب على الناس أن يحترموا هذه المسائل المتعلقة بمقاومة التعدي على البيئة وأن يحافظوا عليها دون أن يقصروا في هذا الأمر. وإذا كانت البيئة حقا خالصا لله عز وجل فإن المحافظة عليها تترجح من الناس جميعا، وذلك لما هو مقرر في علم أصول الفقه أن الحق العام أو حق الله تبارك وتعالى إذا تعارض مع الحق الخاص فإن حق الله هو الذي يترجح في المحافظة عليه، إعمالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أولى بالوفاء. ولأن نسبة الحق إلى الله عز وجل ليست نسبة حاجة، فالله غني عن الحقوق وغني عن العالمين، ولكنه أضاف الحق إليه تشريفا لمعنى الحق وتنبيها لعباده أن يهتموا بهذا الأمر وأن يعيروه اهتماما خاصا، لأن مصلحته ستعود عليهم جميعا. رابعا، الفاعل فيها أشخاص عامة، وقد تكون مدينة أو مقاطعة أو دولة أو مجموعة من الدول، ولا تقع بين الأفراد على نحو مؤثر إلا قليلا، كمن يصرفون فضلاتهم في الماء أو يرمون السموم والغازات في الهواء. وإذا كان الجزاء عن الجريمة يتمثل في إحداث الألم لمن أجرم في حق من الحقوق، فإن تلك الأشخاص اللي هي الحقوق العامة المعتدية في مجال التعدي على البيئة، فإن تلك الأشخاص جمادات لا تحس ولا تتألم، وذلك يقتضي سياسة عقابية تتسم بالردع والإيلام لمن يفعلون ذلك. وأتصور أن ذلك لا يتحقق إلا في الأشخاص الطبيعيين، ويكون على تلك السياسة العقابية أن تقدمهم كفاعلين لتلك الجريمة، بحيث تكون أدواتها وزمانها ومكانها أدوات في أيديهم لارتكابها، ويكون تقدير العقاب مراعا فيه ذلك الأصل. وقد فرقت الشريعة في العقاب بين من يقتل بالعصا وبين من يقتل بالحديد والنار، فذلك له حكم وهذا له حكم، والجريمة التي تتعلق بالبيئة من هذا القبيل التي تستعمل فيه أدوات قاتلة للإنسانية وللبشرية. خمسة، أن الاشتراك في جريمة البيئة مفترض، فلا يتصور أن تقع من فرد وحده. وأرى أن التفرقة بين الفاعل والشريك لن تكون منقذة من براثن ذلك الغول المهلك الذي شوه البشرية، ولا بد أن يفترض أن الفاعلين فيها متكافئين ومتعاضدين، لأنهم جميعا يأتون عملا واحد، ويجب أن يحاكموا جميعا دون نظر إلى من فعل ودون أو من لم يفعل. وقد طبق هذا في صدر الإسلام على عدد من الجناه، تواطوا على قتل واحد في بلاد اليمن فعاملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كفاعل واحد في الجريمة، وأخذهم جميعا في العقوبة بذلك الفرد، وقال قولته المشهورة:
لو تواطأ عليه أهل صنعاء لأخذتهم به، ووافقه في ذلك علي بن أبي طالب وكثير من الصحابة، فصار ذلك من نظام العقاب في التشريع الإسلامي. يبقى الاشتراك مفترض، فلا يجوز أن يقول شخص إني لم أشترك في هذه الجريمة، لأن الجماعة المجموعة إذا قتلت واحدا فإنهم جميعا يؤاخذون بجنبه دون تدقيق في دور كل فاعل في هذه الجريمة، وذلك حتى يكون في هذا الأمر منع للخطر وتقليل من آثاره. 6. غلبة الظن في العقوبة عن جرائم البيئة تقوم مقام اليقين. كما نعلم أن التجريم والعقاب يقوم في قانونه الأدق على التحقق من وقوع الجريمة من كل فرد، بحيث يعاقب على الفعل الذي صدر منه. فغلبة الظن في العقوبة عن جرائم البيئة تقوم مقام اليقين، وليس بشرط في تلك الجريمة ما يشترط في النظم العقابية في العالم. بمعنى أنه ليس بشرط أن تتحقق النسبة المؤكدة بين ارتكاب الفعل وحدوث النتيجة المجرمة، ويكفي غلبة الظن في إحداث الفعل للنتيجة في جرائم البيئة. ومما يرجح ذلك التوجه في ذلك الفكر التشريعي الذي بدأت بعض النظم القانونية في العالم تأخذ به، حتى لا يفلت الجنات بفعلتهم، خاصة بعد أن كثرت الجرائم وكثرت آثارها وعجز الناس عن تحملها، وذلك من خلال ما أسموه في حاجة جديدة في النظم التشريعية الجديدة سموها النظم النظرية الموضوعية في العقاب. وأكاد أجزم أن هذه النظرية التي بدأ العالم يتحسس طريقها نحوها لإحكام السياسة العقابية في الجرائم الكبيرة، أجزم أنها مأخوذة من الفقه الإسلامي فصا ونصا. ذلك أنه شرع نظام القسامة، الفقه الإسلامي شرع نظام القسامة، وعاقب الذين يشتبه في ارتكابهم للجريمة بناء على غلبة الظن، فإن غلبة الظن في هذه الجرائم تقوم مقام اليقين. فإذا وجد مجني عليه بين قريتين وكان أقرب إلى واحدة منهما، فإن النظر الفقهي في التشريع الإسلامي يقول إن المدينة الأقرب أو القرية الأقرب أو المحلة الأقرب هي التي تتحمل الإثم في هذه الجريمة. وهذه النظرية يمكن أن يستفاد بها في مسألة العقاب في الجريمة البيئية أو جريمة البيئة، لأنها تضع حلا لهذا الشيوع الذي يمكن أن يوجد، ولهذه الفكرة التي تعفي المقننين في هذه الجريمة أو المعاقبين أن يعني يدققوا أو أن يفلت جانب بسبب هذا الأمر الذي لا يتحقق فيه الارتكاب. فيجب على البلد الذي وجد فيه المجني عليه أن يعودوا أهله أو ورثته بالسوية فيما بينهم، حتى تحفظ الدماء ولا يهدر دم في الإسلام. وما أحوج النظام التشريعي العالمي إلى اقتباس هذا المعنى لتطوير فكرته في مجال النظرية الموضوعية للعقاب. إن البيئة صخرة، ومن يدهم الصخرة برأسه لا بد أن يدهم رأسه، وعلى الإنسانية كلها أن تعود إلى حظيرة الأدب مع الله تبارك وتعالى في المحافظة على ما أوجده في كونه من أجل إسعادهم، وليحذروا من تحول النعمة إلى نقمة. أدعو الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا للصواب، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والبحث موجود بتفصيلاته في مظانه من بحوث المؤتمر. أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به، وأشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله النجار على هذه الكلمة الطيبة. الموقف تجاه البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية لا يعتمد فقط على حظر الاستغلال المفرط، ولكن أيضا على التنمية المستدامة. الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ومن ثم يجب على الإنسان أن يحفظ أمانة الاستخلاف، فيراعي التوسط والاعتدال ولا يفسد في الأرض. والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور رضوان السيد، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلمتي بعنوان الاجتهاد والثقافة ومشكلات التنمية المعاصرة. الاجتهاد بحسب التعريف الفقهي بذل الجهد في موافقة مراد الله تعالى، بين أن بذل الجهد هذا يعني أن المتأمل ما عاد راضيا عن السوائد من الأحكام والأعراف والقواعد، والواقع أن القلق الذي يساور الفقيه والمفكر نتيجة ما يسميه الفقهاء المالكية نوازل أو متغيرات غالبا لا تكون مفاجئة. هذا القلق لا تثيره الوقائع في الحقيقة، لأنها لابد أن تتجمع وتتوالى وتتتالى حتى ينتبه إليها الناس. يثيره الوعي بأن هناك شيئا جديدا يحصل أو لا يحصل. والفقهاء مختلفون في أسباب مشروعية الاجتهاد رغم الإجماع على ذلك. لا أحد يقول إنه لا يجوز الاجتهاد، لكنهم يختلفون في التعليل. لماذا يجوز الاجتهاد بل يجب الاجتهاد أحيانا؟ الزركشي في البحر المحيط يرى السبب في أن دليلا يرى السبب أن أدلة الأحكام الشرعية ظنية، ولذلك يخطر على بال الفقهاء أو يرون هناك حاجة، ما دامت الأدلة ظنية الدليل ظني يمكن أن يجد دليلا آخر أو يرجح دليلا آخر باعتبار أن الأدلة التي قام عليها الحكم هي أدلة ظنية. لذلك قد يرى فقيه آخر أن هناك دليلا أرجح لإعادة النظر في الحكم أو تغييره، بينما يكرر ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين ما ذكره الراغب الأصفهاني والغزالي من أن النصوص تتناهى والوقائع لا تتناهى، فيحتاج الأمر في الوقائع المستجدة إلى الاجتهاد، لأن الفراغ التشريعي غير جائز ولا محمود. بينما يذهب القرافي إلى رأي ثالث، إذا صح التعبير، عندما يقول في شرح تنقيح الفصول أن البصيرة وليس الواقعات فقط هي التي تجعل من الاجتهاد ضرورة. يعني البصيرة يعني الوعي، تتكاثر الواقعات والمتغيرات فيتحرك المفكرون بالمعنى العام والفقهاء بالمعنى الشرعي، وقبلهم في كثير من الأحيان طبعا رجال الدولة للاستجابة نتيجة هذا الوعي الحادث. كيف يحدث الوعي الذي يجعل من الاجتهاد ضرورة العصر كما يقول عنوان المؤتمر؟ ليس الأمر سهلا، فلدينا إسارات التقليد والأعراف والعادات والتي تختلط كما هو معروف بالدين، أي تصبح السوائد من الأحكام والأعراف تصبح دينا من الدين. وهناك الأمر الآخر، وهو أن يدخل إلى الوعي أن هذا الأمر ضروري وله أولوية. يعني عندنا نوعان من أنواع الاجتهاد، وكلاهما يبعث على بذل الجهد من أجل إعادة النظر ومن أجل التغيير. هناك التغيير الجزئي ولكنه يتكرر، المستجدات الجزئية المتكررة، وهناك
تغير العصر، ما صرنا نسميه كلي الزمان الذي يستدعي اجتهادا كبيرا. وقد عانى الاجتهاد عندنا من الأمرين: أمر التشبث بالتقليد والمعتاد، حتى سارع المتشددون والصحويون إلى ملء الفراغ، فترددنا في الإصغاء ولو للتغيير الجزئي، فسارعوا إلى التحريف وسوء التأويل والغلول. أما الأمر الآخر، أي أمر لا مفكر فيه أو الذي اعتقدنا أنه لا ضرورة للتفكير فيه أو ليست له أولوية، وهو موضوع هذا المؤتمر في الحقيقة، فقد سبقنا إليه آخرون، صرنا عالة عليه. لماذا كان ذلك؟ لأنه أمر كبير، هي أمور كبرى، مثل مسألة البيئة، مثل مسألة حتى ظاهرة في القرآن ولكننا لم نعتبرها أولوية، مثل مسألة الآن التي نتحدث فيها كثيرا، مثل الأخوة الإنسانية، مثل الأوبئة، وكل هذه هي في اعتبار كثيرين متغير عصري كبير، كما قلت يسمي الشيخ بن بيا كلي الزمان. هذه لا يعني أن أحدا منا لم يدركها، ولكن لم نعتبرها أولويات كبرى، وظلينا نشتغل على الاجتهاد بالمعنى الجزئي لنحرك التقليديين ونحول دون الأصوليين والمتشددين أن يستغلوا هذه المتغيرات الجزئية. لقد تأخر لدينا تحول واقعات التغيير وضروراته إلى وعي أو بصيرة كما يقول القرافي، لكنه وقد حصل أو هو في طريقه للتحول إلى ثقافة، ثقافة المبادرة إلى تلافي الفراغ وثقافة الانتباه للأولويات، استجد يعني التي ما عادت الحياة تستقيم بدونها. استجدت لدينا إشكاليات وتساؤلات ليست سلبية بحد ذاتها، لكنها تتطلب بالفعل الوعي والبصيرة والضوابط. أضرب مثلا بمسألتي الاختلاف والتعدد الثقافي والاجتماعي والسياسي. لقد ظهرت في اجتماعنا البشري والإنساني والثقافي وجوه اختلال تستدعي اللأم والمعالجة بالفعل، وإلى ذلك بادرت السلطات للإحساس بضرورات التغيير باتجاه المواطنة، ولأن العيش في العالم والنظام الدولي يقتضي ذلك أيضا، بيد أن المؤسسات الدينية والتي نعمل من 200 سنة على أن كل شيء واحد وموحد واندماجي عندنا، ولا يجوز التفكير يمينا أو يسارا في غير هذه الوحدة النموذجية. يعني حتى دعاة القومية العربية كانوا يقول: ليست هناك أمة موحدة من كل جهة في الدين والثقافة والأرض وكذا مثل الأمة العربية. فمسألة أي اختلاف في الدين، وبعدين أخذوه القوميين عن أهل الدين، لا يجوز التفكير فيها، تعتبر انشقاقا وتعتبر خروجا على الدين وبعدين على القومي. المؤسسات الدينية ورجال العلم الإسلامي بعد أن صار العيش في العالم والنظام الدولي يقتضي ذلك، الاعتراف أننا متعددين حتى في مجتمعاتنا، صار على المؤسسات الدينية وأهل العلم الديني أن نلتفت نحن إلى تثقيف أنفسنا أننا لا نخل لا بديننا ولا بقوميتنا، عندما نعتبر أن هناك فئات داخل هذا المجتمع، فئات إثنية أو دينية أو اجتماعية أو ثقافية تأبى أن تلغى. هل هو وعي استحدثته الأزمنة الحديثة؟ قد يكون. ثم إن الإمبراطوريات كانت أرحب في التعامل، كانوا العثمانيين يسمونهم ملل،
لهذه الشعوب الموجودة تحت سيطرتهم، يعني يوحدون بين القومية والدين، ولكن ينظرون كأنهم وحدات لها استقلالية. هل كانت هذه ثقافة الإمبراطوريات؟ على كل حال، ما بعد الإمبراطوريات ونحن لم ننتبه في القرن التاسع عشر، ثقافة الدولة القومية توحيد من كل جهة التي نشأت وهي أنشأت النظام الدولي، قامت على الدولة القومية الأوروبية الموحدة من كل وجه والتي تعتبر كل شيء. ونحن اعتبرنا أنه إذا كانت القومية توحد فلماذا لا يوحد الدين؟ أولى بأن يكون اعتقادا موحدا، أنت مثلي وأنا مثلك ولا يجوز لك أن تتميز عني. لذلك اعتاد رجال الدول باعتبار أن دولنا جزء من النظام الدولي الذي صار يقول بهذه الأمور دخلوا فيها، لكن لم تكن عندنا هذه الثقافة نحن لندخل فيها، أهل العلم الديني وأهل المؤسسات الدينية. يعني كان علينا أن نجتهد في التعلم وفي أن ذلك لا يخل بديننا، ثم نقبل على مخاطبة جمهورنا وعلى الكتابة في ذلك بناء على هذا الوعي الجديد. كان مطلوبا منا الالتفات إلى تثقيف النفس وإرشاد الجمهور والتماس الشراكات مع الأديان والثقافات في العالم. اخترنا أحد سبيلين، سبيل التأصيل والتأويل وسبيل الاجتهاد المطلق. يعني عندما نكتب أو نخاطب جمهورنا نقول لهم إن مقولة المجتمع المدني وإن مقولة التعدد ليست مقولة جديدة على الإسلام، بل هي عماد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وعهده في المدينة، وهو الكلام الذي تحدث فيه القرآن عن التعارف، والتعارف يتم بين مختلفين. هل كان هذا وعيا جديدا؟ يعني هذه الثقافة التأصيلية. المشكلة أن أهل القطيعة والتشدد في أمتنا يلجؤون أيضا إلى التأصيل. بتقول له هذا تعدد، بيقول لك وإن أمتكم هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. فكان هذا هنا نحن في إشكالية، لأننا نتنافس على جمهور واحد، وهؤلاء العنيفون والمتشددون يعرفون القرآن كما نعرفه، ويعرفون وقائع التاريخ كما نعرفها، يؤولون تأويلا آخر تماما. كيف نفعل في هذا، في هذه الاجتهادات الجديدة لمراقبة المتغيرات؟ نحن في الحقيقة وعينا خفف منها، بمعنى قال إنه هناك نوع من الاستمرارية، نحن نحتاج إلى تأويل جديد وإلى ذاكرة جديدة، إلى تذكر مختلف عن ما كنا نعتقده. يعني وحدة الوحدة الإنسانية هذه اللي في وثيقة الأخوة الإنسانية موجودة في القرآن، ولكنني لا أعرف أحدا بعد محمد عبد الله دراز في دستور الأخلاق في القرآن كتب عنا 10 أسطر عن الأخوة الإنسانية الموجودة في القرآن. كانت عندنا ثقافة، نشأت بيننا ثقافة جديدة مختلفة تماما، نحن نحاول الخروج منها، لكننا لا نستطيع أن نخرج منها إلا بتأصيل، وباعتقادنا أن الجمهور لا يمكن أن يمشي بمتغير راديكالي كبير مثل هذا المتغير حول مفهوم الوحدة ومفهوم التعدد ومفهوم العلاقة بالآخر، كلها مفاهيم نحاول أن نقول إنها كانت موجودة، وهي الحقيقة ليست موجودة، ما كانت موجودة، أو أننا لم نكن نفهمها على هذا النحو.
مثل جماعة الذين يقولون بالإعجاز العلمي للقرآن، أنه قل أعوذ برب الفلق يعني دليل على الذرة، لكن لم نكن نفهمها كذلك. فهل التأصيل هذا، التأصيل والتأويل، هل هو أمر مبرر ومسوغ، أو أنه هو السبيل السليم لإحداث التغيير؟ محمد رشيد رضا عام 1907 في مجلة المنار قرأ لي الشيخ عبد الله العلمي فلسطيني أظن حول أن الشورى هي الديمقراطية وهي مجلس النواب، فكتب في المنار: لا تقول أن أيها المسلم إن الشورى هي مجالس النواب وهي الدستور، ولو كان الأمر كذلك أنا كنت كاتب هذه المحاضرة، سمحت وزير الأوقاف قال لي أن أدخل في موضوع البيئة لأن الجلسة عن البيئة، بس أنا كنت مرسلها إليكم، سأدخل فيها. فقال لهم: ما في مانع أن تقول إنها مثل الشورى، بس لا تقول إن هذا الوعي أتى منك، هو أتى من الأوروبيين، فنحن التمسنا تأصيلا له فوجدناه في الشورى، لكن ينبغي أن تعرف أن مصدره وأن تعترف بذلك، وليس في ذلك عيب أن نتعلم ما دام ذلك لا ينقض شيئا لا في ديننا ولا في اجتماعنا. فعندنا هذه المشكلة، وعندنا المشكلة الأخرى سأدعو هذه التي يريدني أن أدخل فيها الأستاذ محمد عزاد، مشكلة أنه 7-10 أمور كلها تدل على أن العالم والكون تغير تغيرا هائلا. هذه التعددية وهذا الاجتهاد في مسائل الأجنة وكذا وكذا، كلها تظل يعني اجتهادات جزئية وصعب علينا الدخول فيها ونحتاج إلى تأصيل. فكيف بالمتغير الكبير الآخر الذي يأتي إلى تغير يحصل في فهم الطبيعة وفي التعامل معها وفي التعامل مع كوارثها وفي التعامل مع ثمراتها؟ هذا هو بذل الجهد، هذا بذل الجهد الذي يستند إلى وعي جديد وليس إلى اجتهاد جزئي في هذا الحكم أو ذاك، أو كما يقول المالكية في هذه النازلة أو تلك. هذا عالم جديد. فإذا أخذنا مصطلح السيوطي في الرد على من أخلد إلى الأرض وزعم أن الاجتهاد في كل عصر فرض، إنه الاجتهاد المطلق يعني بذل الجهد الذي لا يقيده قيد، على اعتبار أنه منطقة فراغ تشريعي، يعني لا نحتاج إلى تأصيل، مع أنه سهل جدا تأصيل المتغير الكوني اللي نصف القرآن عنه هذا المتغير، ولكن كما قلت بسبب الاختلاف في التأويلات من حقنا أن نبذل الجهد وأن نعتبر ذلك أولوية لنا وكليا من كله الزمان في التفكير هذا المستمر في هذه المسائل الكبرى، مثل مسألة البيئة ومسألة التلوث البيئي، وأن نخصص موارد كبرى. الأهم من ذلك أو في نفس الأهمية أنه نمشي مع العالم في هذا الاتجاه الذي تقدموا عليه فيه علينا كثيرا. ليس ضروريا أن يكون كل ما يمشي فيه العالم صحيحا، لكن علينا أن نناقش ذلك بجدية وأن نجد وأن نرى هذه المسألة البيئية الكبرى التي دخلنا فيها وندخل شئنا أم أبينا. يعني هذا الذي يحصل، لو سمعتم محاضرة رئيس وزراء الباكستان في الأمم المتحدة قبل 3 أيام أو 4،
عم بيقول والله يا جماعة لولاكم أنتم الأمريكان ولولاكم أنتم الأوروبيون ما صار عندنا هذا الطوفان في باكستان بسبب هذا الاختلال البيئي الذي أحدثته حضارتكم وأحدثته ثقافتكم. وهو يطلب منهم المساعدة، مش لا, 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 لا مزعوج ولا يرفضهم، هو مزعوج مما نزل وأنها مشكلة عالمية، مشكلة الاختلال البيئي هذه، ونحن المسلمين يقول تأخرنا في التنبه إليها، يمكن كان لازم نعمل آلاف السدود في باكستان، بس على كل حال الآن لم نعد نستطيع إلا أن نتعاون معا وإلا نهلك معا. هذا الوعي ما كان موجودا لدينا، باعتبار مثل ما قال الحجاج بن يوسف لأجعلن لكل منكم شغلا في بدنه، يعني كان كل واحد مشغول بمسائله الخاصة والجزئية أو صار كذلك. الآن لم تعد صارت هذه مسؤوليات عالمية. ماذا سمى هذا السوسيولوجي الألماني ماكس فيبر التغير البيئي؟ حصل، وهذا كلام في مطلع العشرينات من القرن العشرين، يقول هذا يدخل في تغيير رؤية العالم، هني بيسموها بلت أنشاونج، يعني تغيير رؤية العالم. نحن عندنا نعم نحتاج إلى هذا الاجتهاد الذي يعني تغييرا في رؤية العالم. ما هو الضروري، ما هو الخير، ما هو الشر، إلى ما هو الصحيح، ما هو الغلط، إلى هذا الحد يصبح الاجتهاد ضرورة وضرورة العصر. أختم في مسألة تغيير رؤية العالم بقصة البيئة بالذات التي تدل على مدى توحد العالم في الصلاح والفساد. أذكر لابد أن أعود إلى المحاضرة المكتوبة. الملف الآخر الكبير الذي يحتاج إلى ثقافة ووعي جديد يتصل بالأولويات أو مشكلات العيش في العصر والعالم. في هذه الأمور التي دخلت فيها دولنا الوطنية يستدعي الأمر من جانب علماء الدين والمثقفين النهوض والمبادرة، يعني لابد من القول الجمهور أنه كل هذه الاجتهادات الجزئية لم تعد مفيد، فضلا عن أن كثيرا من المتشددين أخذوها وشوهوها. وهذا ما تفعله مصر الآن عندما تقيم مؤتمرا عظيما للبيئة في شرم الشيخ، وتفعله السعودية عندما كانت في الجي 20، ودبي في إكسبو 2020. هذه مبادرات للحكومات، فهل اندفع باتجاهها نحن رجالات العلم الديني؟ وأنا أعرف الحمد لله 17 كتب كلها في مسألة التغيير البيئي والتلوث البيئي، لكن مدخلها كان المدخل التأصيلي، يعني مثلا الاهتمام بالطبيعة وكيف أن هذا الاهتمام ظاهر. ألا يجوز أن يكون هذا الاجتهاد طليق السراح، خصوصا أنها منطقة ليس عندنا فيها تشريعات كثيرة سابقة ولا اهتمام سابق كبير، بحيث يقال هذا تخالف هذا الحكم الشرعي أو ذاك الحكم الشرعي، ودون ما لابد ولا يكون أمرا سيئا أن نجد تأصيلا أو تأويلا، لكن
أن نتخذ من أنفسنا ما قاله السيوطي قبل 10 قرون، أن الاجتهاد في كل عصر فرض، باعتبار أن العصر يتضمن متغيرا جديدا يسميه الأجانب في مسألة البيئة بالذات، تغيير في رؤية العالم وفي طريقة التعامل معه وفي طريقة حفظه وفي طريقة الوقاية من شروره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نشكر الأستاذ ويحرص كذلك على الموارد البشرية. والآن مع كلمة المهندس أحمد عباس مدير عام جهاز شؤون البيئة، فليتفضل. محمد مختار جمعة وزير الأواف. في البداية الكلمة عن الأشجار ودورها في التغيرات المناخية. لا يمكن الحديث عن المنظومة البيئية إلا وتكون الأشجار هي القاسم المشترك فيها، لما لها أهمية من المحافظة على التوازن البيئي. الأشجار لها أهمية كبيرة ربنا نعم علينا بيها، زي الاستفادة من الظل بتاعها والشكل الجمالي، كذلك امتصاصها للكربون، ودي أهم حاجة تقوم بها الأشجار من خلال عملية التمثيل الضوئي. بتقوم الشجرة بتمتص ثاني أكسيد الكربون وبتطلق أكسجين، فطبعا لها أهمية كبيرة في هذا المجال في ظل التغيرات المناخية اللي احنا عايشينها في الوقت الحالي. برضه بنستفيد من الأشجار من أخشابها. الخشب احنا عندنا في مصر دلوقتي في غابات شجرية، بنستفيد من أخشاب تلك الأشجار للحد من الاستيراد تلك الأخشاب مما يوفر عملة صعبة. كمان بنستفيد من الأشجار من ثمارها. مصر دلوقتي لها دور رائد في مبادرة أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزراعة 100 مليون شجرة في جمهورية مصر العربية. سيتم البدء في هذه المبادرة أول أكتوبر، خلال أسبوع إن شاء الله، على أن تشمل جميع جمهورية مصر العربية من مدارس، جامعات، مساجد، أديرة، أحياء، كل أنحاء الجمهورية. المبادرة دي مدتها 6 سنوات. للعام الحالي سيتم زراعة 10 مليون شجرة في جمهورية مصر العربية، وخلال 6 سنوات القادمة بقى الكمية بمعدل 15 مليون شجرة سنويا خلال تلك المبادرة. طبعا ده يأتي مع تمشيا مع مؤتمر الكوب 27 المنعقد خلال الشهر القادم في مدينة شرم الشيخ. فإحنا النهاردة كمصر ليها دور رائد وبتسعى في كل مبادرة إن هي تنضم إليها. على سبيل المثال مبادرة سمو الأمير محمد بن سلمان، مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومصر اشتركت فيها وليها دور كبير، وبدأنا نعد الخطط التنفيذية لهذا الكلام، اشتركت في تلك الخطط. الأشجار هي الحل الأمثل والأرخص لموضوع التغيرات المناخية. حضراتكم إن الشجرة الواحدة وفقا لأبحاث ودراسات تمت في هذا الشأن بتمتص حوالي 1.7 كيلو جرام CO2. كمية الأشجار اللي ممكن تزرع في مصر، كم الانبعاثات اللي ممكن تخفضها، وده مشروع رائد اللي أطلقه فخامة الرئيس، هيغير شكل خريطة بالنسبة للمناخ في جمهورية مصر العربية خلال 5-6 سنوات القادمة من تلك المبادرة، بالإضافة إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر برضك احنا مشتركين فيها، وحنقوم برضك بزراعة عدد آخر من تلك المبادرة، بس ما زلنا في إعداد الخطط التنفيذية لتلك المبادرة. أنا عايز أقول لحضراتكم إن احنا كوزارة البيئة خلال الفترة اللي فاتت قمنا بمشروعات كبيرة جدا في مجال التشجير والاهتمام بالتشجير، من خلال مثلا مشروع حياة كريمة. وزارة البيئة وفرت 500,000 شجرة لجميع محافظات الجمهورية، أشجار يتم زراعتها أمام المنازل، في الجامعات، في المدارس، في المعاهد. روعي في اختيار تلك الأشجار، احتياجاتها القليلة المائية نظرا للندرة المائية اللي احنا عايشين فيها، سواء أشجار زيتون، سواء أشجار رمان. واخترنا بردك الأشجار وفقا للمناطق اللي بيزرع فيها، فهناك أشجار تزرع في مكان وأشجار تجود في مكان. يعني حضراتكم مثلا الرمان، يقال الرمان المنفلوطي تخصص ناحية الصعيد. أما بالنسبة للزيتون بيزرع في مناطق، يعني اخترنا المناطق اللي هي بيجود فيها الأصناف اللي بتزرع فيها. يعني على سبيل المثال مثلا شجرة المانجا بتزرع في أي مكان لكن تجود في الإسماعيلية،
فاحنا بنختار المحافظات اللي تجود فيها تلك الاشجار. واحنا كوزارة البيئة وبهذه المناسبة بدعو مؤسسات المؤسسات الإسلامية بالانضمام ومشاركة وزارة البيئة. احنا بنقدم الدعم بالاشجار بدون مقابل كدعم للأشجار في أي مؤسسة ممكن تشترك معنا ونقدم لها الدعم بالأشجار كمساهمة مننا وكمشاركة في مبادرة فخامة الرئيس. وإن انتهز الفرصة وتقدم سيادتكم خالص الشكر والتقدير متمنية لسيادتكم دوم التوفيق. وذلك جليا في آيات كثيرة يقول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. والآن مع كلمة فضيلة الشيخ بويار سباهيو رئيس المشيخة الإسلامية بألبانيا فليتفضل مشكورا. شكرا دكتور محتار محمد مختار الجمعة حفظه الله وزير الأوقاف مصر جمهورية مصر العربية، السادة أصحاب الفضيلة والعلم والمعالي والسعادة، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرف كبير لي أن أكون اليوم بينكم ممثلا عن إخوانكم المسلمين في جمهورية ألبانيا لنتشارك معا البحث عن حلول مجدية لما يستعرض الأمة من مستجدات تحتاج إلى اجتهاد ونظر. وإني أشكر مصر الحبيبة رئيسا وحكومة وشعبا على كرم الضيافة التي لطالما أودتنا عليه، وأخص بالشكر مال الدكتور محمد مختار جمعة على دعوته الكريمة وحسن الإعداد والتنظيم مع فريق عمله المحترمين وبعض. فقد من الله تعالى على العباد بأن أتم عليهم نعمته وأكمل لهم دينهم وتركهم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال أو مشرك. فأشرقت الأرض بنور ربها واستمر هذا الضياء تسمو به الأجيال جيلا إثر جيل حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فأنزل سبحانه والقرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان المصدر الأول للتشريع، وبه مع المصدر الثاني السنة النبوية المشرفة أصلح الله تعالى أمر العباد وهيئ لهم معرفة ما احتاج إليهم من علوم وأحكام تصلح لكل زمان ومكان. وإن من صلاحها أن الله تعالى مكنها من قدرة التلاؤم مع ما يستجد من أحوال وإيجاد الحلول المناسبة مع الحفاظ على الثوابت المبينة في الكتاب والسنة. ومن هنا فتح المشرع الحكيم للمسلمين أبواب الاجتهاد على مصادرها ضمن الضوابط والشروط لا ينبغي تجاوزها، بل وتشجيعا منه صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد بيّن أن المجتهد أن للمجتهد أجرين إن أصاب وأجرا إن أخطأ. الاجتهاد هو بذل أقصى غاية الجهد للاستنباط الحكم من الدليل الشرعي. المجتهد هو الذي لديه ملكة الاجتهاد، وهو الذي يتمكن من استخدام هذه القواعد وجعلها طريقا لفهم الأحكام واستفادتها من الأدلة. وإن الفقيه المجتهد يدرك أن مهمته ليست محصورة في دائرة الاستخراج الأحكام، وإنما تتجاوز هذا العمل إلى مراقبة الضروريات المليحة في الأصول المتعاقبة وإيجاد المتلائم معها من غير أي عبث أو إخلال في الثوابت المعتبرة. بيّن الأصوليون أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق الضرورات الخمسة
حفظ النفس، حفظ النسل، وحفظ المال، حفظ العقل، وحفظ الدين. وهذه الضرورات يحدث أثرا مهما في خلق بيئة سليمة تحقق الخلافة. خلق الله الإنسان لأجلها. ولقد عمد الفقهاء في مراحل عدة إلى إيجاد الاجتهاد الاجتهادات تختص بالبيئة وأحوالها. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على البيئة، وقد نهى سبحانه عن كل فساد في الأرض، فقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الإسلام حث الإنسان على المحافظة على البيئة وخاصة المسلمين، ونهت عن كل الأفعال والمظاهر التي قد تؤدي إلى إيذائها أو إخلال نظامها. والبيئة هي كل ما يحيط به الإنسان من مكونات الطبيعة كالهواء والماء والأرض والنبات. وإن الفساد الذي يلحق بالبيئة سببه الإنسان وحده. يقول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. صلاة الحضور. ومن هنا ومع تغير الأحوال والظروف والأزمان أصبح الاجتهاد بما يتلائم مع الواقع ضرورة ملحة لا غنى عنها. ولا شك أن عدم الالتفات إلى الواقع وظروفه أوقع العديد من أهل العلم في أخطاء كارثية في فتاواهم. ومن المعلوم أن الحياة المعاصرة باتت حبلى بقضايا وأمور ومستجدات لم نكن قد سمعنا عن مثيل لها في نصوص فقهية سابقة، وتحتاج إلى اجتهاد علمي مناسب يعرف المسلم من خلاله حكم الله تعالى فيها حتى يظل ضمن حمى الإسلام وأحكامه. لذلك لا بد تهيئة جيل من طلاب العلم قادر على المشاركة والبحث في القضايا الفقهية المعاصرة والمختلفة، وذلك من خلال إعداده وتأهيله بالتأصيل المعرفي فقها وأصولا وقواعد فقهية ومقاصدية ونحوية ولغوية ومنطقية وكيفية الاستدلال من النصوص الشرعية والقواعد الفقهية والقواعد المرعية والنظرة الواقعية، حتى تكون لديه ملكة حسن النظر وصحة الاستدلال ليصل إلى التصور الصحيح والحكم الصريح. ومن هنا من خلال قدرة هذه الشريعة الغراء على التناسب والتلاؤم مع جميع الأحوال والأزمنة والأمكنة، فإنه أصبح على عاتق العلماء سواء علماء الشارعين والمختلفين أمانة حفظ الأجيال من خلال فتح أبواب الاجتهاد وإيجاد الحلول المناسبة لكل مشكلة تطرأ في حياتهم، فلا يضطرون إلى الالتجاء إلى ما يشتتهم ويطمس أنوار قلوبهم. فكان مما لا بد منه فتح أبواب الاجتهاد أمام أهل الاختصاص للنظر فيما استجد من مسائل طرأت في عصرنا الحاضر. السادة أصحاب الفضيلة والعلم، إن إغلاق باب الاجتهاد سيؤدي إلى كوارث لا تحمد أقباها. فنحن الآن في حضرة عصر تتسارع فيه التطورات وتفاجئنا فيه المتغيرات في كل حين، وهذا يدفع الأجيال الصاعدة إلى حيرة تلو الحيرة، وهم يعيشون واقعا لا يجدون له تصورا واضحا أو حلولا مقنعة. إن تجاهل هذه المتغيرات والتطورات بدعوى إغلاق الباب الاجتهاد ستدفع الملايين من الشباب والشبابات إلى البحث عن أبواب أخرى
قد يكون فيها هلاكهم وهلاكنا. ونحن الآن في رحاب هذا المؤتمر العظيم المناقض في هذا البلد العظيم المبارك القاهرة، مدينة القاهرة العاصمة المصرية المحروسة برئات كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبإشراف مباشر وإدات والتنظيم من وزارة الأوقاف المصرية وعلى رأسها معالي الوزير شيخ دكتور محمد مختار جمعة. نرى أن انعقاد مثل هذا المؤتمر بحضور هذه النخبة المباركة من العلماء والمفكرين هو الحل الأمثل وخطوة في الاتجاه الصحيح لإنقاذ أجيالنا القادمة وإيجاد الحلول الشرعية المناسبة لما يستعرضهم ويستعرضنا من التطورات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا. نشكر الإسلامية بألبانيا. والآن معنا عدة مداخلات. المداخلة الأولى الدكتور عبد الحميد متولي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأمريكا اللاتينية. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة تقدم بخالص شكري وتقديري لما استمعته من أصحاب المنصة الموقرة وعلى رأسهم فضيلة الدكتور الأمين العام محمد عزت، بارك الله فيه وفي جهوده، هذا الرجل العظيم الذي لا يأل جهدا على أن يقدم الخدمة لهذا العمل الكبير تحت مظلة ورعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله. والحقيقة أنني أود أن أشكر مساعيكم الجليلة معالي الأمين العام لإنجاح هذا المؤتمر العظيم، وأرى أن الجميع ينصب كلامه على جواز الاجتهاد من عدمه، وهذا أمر مقرر لا ريب فيه، لكن الذي ينبغي أن تنصب عليه الجهود الآن كيف نعد المجتهد. هذا هو الأساس، كيف نعد المجتهد. الاجتهاد لا أحد يستطيع اليوم يقول إحنا فينا نجتهد ولا ما نجتهد. قولا واحدا ليس فيه اختلاف أن الاجتهاد مفتوح، لكن من الذي يجتهد؟ هذا هو الأمر الذي ينبغي أن نؤسس له، خاصة في وزارة الأوقاف المصرية الموقرة وما قامت به من هذه النهضة الحديثة في تثقيف الدعاة. نطالب معالي الأستاذ الدكتور الوزير بإقامة الدورات التثقيفية التي تجمع بين علوم الدنيا وعلوم الدين، وهي وزارة الأوقاف لها السبق في هذا الأمر بفضل الله، لكن نود أن يكون على شكل أكبر وأوسع حتى نعد جيل من شباب وزارة الأوقاف المصرية أن يكون منهم المجتهدين الذين يخدمون هذا الوطن العظيم. والحقيقة دائما في كل كلمة أو في كل مؤتمر ونحن نتابع عن كثب جميع المؤتمرات التي يتحدث فيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حقيقة يعنى عناية كبيرة بإعداد الأئمة. والتوصية الأولى والأخيرة لمعالي وزير الأوقاف بهذا، والإعداد الحقيقي الذي ينبغي أن يكون هو إعداد المجتهد. نحن نحتاج إلى علماء مجتهدين تتحقق فيهم الصفات. ومعالي الدكتور رضوان السيد أتحفنا بالحديث، وهو المفكر الكبير والعالم الفقيه الأديب. والحقيقة أن التأويل يا معالي الدكتور تعرفون كما تعلمنا منكم أنه يرجع إلى إيجاد القرينة، فلا يستطيع أحدا أن يتكلم أو أن يجتهد في دين الله بالتأويل الذي يراه هو مناسبا، بل إن الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الجاثية فقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر
فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أسأل الله العظيم أن يحفظ مصرنا العزيزة الكريمة الأبية وأن يقيم هذه الجمهورية الجديدة على يد فخامة الرئيس وأن يسخر له من شعبه المخلص المجتهدين الذين يحققون الأمن والأمان والاستقرار وسلام على مصر في العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور عبد الحميد متولي على هذه الكلمة والمداخلة. لكن بحب أطمنك يا دكتور عبد الحميد أن أعداد الأئمة والتدريب والتثقيف وتعلم النص والواقع يحدث بالفعل عن طريق أكاديمية الأوقاف الدولية. في تعقيب من الدكتور الأستاذ الدكتور رضوان السيد، تفضل. طبعا في تأويل حسن وفي تأويل سيء، والقرآن يقول بالأمرين. لا أريد الحديث في هذا، أريد الحديث في مسألة ما سميته عملت بحوثا لما بدأ مسألة التطرف والإرهاب بعد العام 2010. أنا صدر الكتاب اسمه الصراع على الإسلام عام 2004 بعد واقعة سبتمبر. نعم، أدركت أننا نحن العلماء وأنا أزهري مثلكم، فخريج كلية أصول الدين، فأننا لا نعرف، يعني نظن الإرهاب هو يعني مثل المحاربين هؤلاء في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فاشتغلنا على هذه القصة. نعم، كتبنا عدة دراسات، فرق بحثية ومنفردين، مع الأزهر ومع الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب ومع رابطة منتدى تعزيز السلم بأبو ظبي، عن مسألة التأهل والتأهيل، نؤهل أنفسنا نفهم ما يجري في العالم من حولنا. يشبه الحديث الذي تحدثت به أننا إذا لم تعرف العصر معرفة جيدة كيف ستجتهد في فهم مشكلاته. علينا أن نفهم أمرين، نفهم العصر وبعدين نشوف هذه الدول، هذا نظام العالم الذي سائر عليه العالم، سواء كان حسنا أم سيئا أو لنا ما أخذ ولكننا نعيش فيه. فالتأهل يشمل هذين الأمرين، مسألة معرفة العصر ومعرفة نظام العالم بشكل مجمل، والتأهيل يعني نحن واجبنا تجاه الجمهور، تجاه ديننا يعني، وكيف هناك أساليب للتأهيل كمن لم نكن نعرفها، نحن نؤهل للأمور السائدة التي تعودنا على هذه، أمور جديدة تماما، كيف نجعل غير الضروري الذي لم يكن ضروريا ضروري بالنسبة للجمهور، مثل ما نتحدث عن الاختلال البيئي وعن فساد البيئة وعن الإساءة للطبيعة. الله سبحانه وتعالى الذين يفسدون في الأرض، المفسرون كلهم يعتبرونه الفساد السياسي وسياد الطغيان، غير صحيح. منطق القرآن يفسدون في الأرض بعد إصلاحها، يعني أن مسألة تتصل يمكن إلى حد كبير بالطبيعة وبالزراعة، كأن هناك شيئا كان يجري يسيء إلى مسار الكالتيفيشن تاع العالم، يعني ويشمل الوضع السياسي. بينما هم إذا بنقرأ التفسير الطبري أو الفخر الرازي آية الفساد أو آيتي الفساد، آيتي الفساد يعتبرهما يردهما إلى فرعون، لأنه ذكر فرعون مع
الفساد في الأرض، ولكن أنتم تعرفون عندنا تخصص في علوم القرآن اسمه الوجوه والنظائر، تجد الكلمة واحدة والمعاني متعددة في داخل القرآن. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. التأهل والتأهيل بدأنا به ونحتاج إلى السير فيه سيرا كبيرا، ونحن لسنا قلة. أنتم تعرفون الذين يتعاملون بشأن الدين في العالم العربي فقط كم عددهم؟ نحن نأخذ مرتبات 3 مليون يأخذوا مرتبات في العالم العربي، في العالم العربي بس في العالم نتعاملون مع شأن الديني. فنحن قوة ضاربة وهائلة إذا أحسن تأهلنا وتأهيلنا. وشكرا. المداخلة الثانية الدكتورة سميحة عبد الرحمن العايزة بوزارة الأوقاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة نحن الواعظات يعني الحمد لله رب العالمين، منذ أن نادى السيد رئيس الجمهورية عزه الله وأداء وحفظه لمصر بالاهتمام بالمرأة في كل المواقع، وإذا بوزيرنا الهمام ينتبه ويسارع ويتقدم كل الوزارات إلى الاهتمام بنا نحن الواعظات، ويعني في فترة قصيرة تم تأهيلنا وزيادة وعينا، وأنا أرى أن هذا اليوم هو وضعنا على الطريق الصحيح لإعداد المجتهدات بإذن الله تعالى. ونحن نقوم بدور مهم، نحن نتعامل مع السيدات ومع الأطفال، ومن أعظم ما قدمت وزارة الأوقاف لمصر هو الاهتمام بمستقبلها والأنشطة المدارس تربية النشأ ونشاط الصيف للأطفال. وقمنا حقيقة بتوعية الأطفال بالاهتمام بالبيئة وننبه إلى أن الفعل البسيط من الطفل قد ينعكس على الأسرة بكاملها أو على البيئة المحلية المحيطة. لكن الحقيقة أنا أشكر الله مع كل نفس منذ أن وجدت في هذا المؤتمر على ما تفتحت به أذهاننا إلى بحث الدكتور الجيد الدكتور عبد الله النجار عزه الله، تعلمنا منه الكثير في تجربات كثيرة، إلى أننا أن العقاب أن البيئة يجب أن يكون العقاب شامل، العقاب شامل لكل من يعبث بالبيئة. تعلمنا الاجتهاد من فضيلة الدكتور عزه الله جميعا. ما عجبتني كثير كلمة السيد مفتي ألبانيا أو السيد رئيس المعهد الأعلى، وسعدت كثيرا جدا جدا ببشرى التي قدمها لنا معالي المهندس بهذا ما تمنيناه، ما تمنيناه أن تكون الأشجار مثمرة تملأ مصر في شوارعها حقيقة حياة كريمة. نحن الحمد لله رب العالمين، يعني والحمد لله لنا الفخر نحن الواعظات. شكرا لمن كل من أخذ بيدنا، شكرا لكل من علمنا. وتكتمل القائمون على وزارة الأوقاف بأنكم كما تهتمون بإعداد المجتهد نرجو أن تقوموا بإعداد المجتهدات. بارك الله فيكم وعليكم وجزاكم الله خيرا كثيرا. شكرا. شكرا دكتورة سميحة على هذه الكلمة الطيبة. والآن مع تعليق من أستاذ الدكتور عبد الله نجار، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقة في بعض الأمور لا تحتاج إلى مثل هذا الرعب من ممارسة الاجتهاد ووضع الضوابط التي وضعها الفقهاء وغير ذلك مما يمكن أن نسميه مخافة العباد أو رعبهم من مغبة الاجتهاد أو ممارسة الاجتهاد. هناك أمور ومشكلات الحق فيها واضح، و الفارق بين الفساد والصلاح فيها من أوضح ما يكون. هذه المسألة لا يجوز أن نحمل الأمر فيها أكثر من طاقته ونقول إن السابقين قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، إن مشكلات العصر لم تعد بنفس الحجم ولا بنفس الشروط ولا بنفس الهيئة التي كانت ترد فيما مضى، والتي كان الفقهاء يعتبرونها مرتبطة بالمسائل الدينية.
المتعلقة بالعبادة والتي لا يمكن التبديل فيها أو التغيير أو البعد عن النص الشرعي بعدا كبيرا. اليوم أصبحت المشكلات واضحة، يعني لو أن شخصا وجد نارا مشتعلة هل يبحث في موضوع الاجتهاد ويقول إن فريق من الناس قال تطفأ وفريق آخر قال لا تطفأ؟ كثيرا ما أتأمل مقولة المعتزلة حين ذهبوا إلى أن العقل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لما قالوا إن الرسول هو العقل، واحتد عليهم الكثيرون في هذا الأمر. والله كثيرا أنا ما أتأمل في هذه المقولة وأجد أن هؤلاء هو الشرع بدون العقل لا يمكن أن يفهمه أحد. إن الشرع لم ينزل لأناس لا يعقلون، ولكنه نزل ليفهم وليطبق وليعلم الناس به المفسد من المصلح والفساد من الصلاح. وبالتالي أنا أريد أن يكون هناك نوع من الجرأة أو نوع من الشجاعة العلمية والشجاعة الدينية لينظر الناس في مشكلات حياتهم، فإذا وجدوا فسادا لا يجوز أن نضيع الوقت في استعراض هذه الآراء التي قيلت. نعم هي قيلت في وقت كان الأمر يقتضي ذلك، الآن أصبحت المشكلات تحتاج إلى مرونة، إلى آلية جديدة في التعامل معها وفي الاجتهاد. وأنا أرى أن كثير من المسائل لا يجوز أن تقتصر على الجانب الديني، فيه اجتهادات في مجال الطب. يعني لو أن مريضا معين واجتمعت مجموعة من الأطباء ليشخصوا المرض، وهذا قال هذه مسألة فيها اجتهاد وليس اجتهاد دينيا يعتمد على الكتاب والسنة والإجماع ونصوص الفقهاء السابقين، إنما هي مسألة النظر في العقل. العقل فإذا كان الفساد واضحا في أمر من الأمور يجب أن نشرع في وضع الحلول مباشرة، لأن الحق فيها واضح، والله عز وجل ما أعطانا العقل إلا لنصل إلى لب الأمور مباشرة. يعني أنا شايف أن احنا بنضيع وقت كثير جدا في كثير في البحث والاجتهاد في بعض المسائل التي ربما يغني فيها النظر السريع ووضوح المصلحة من المفسدة فيها، ما يجعلنا نشرع في الحل دون ضياع وقت في التخطيط والتنفيذ والتفكير ووضع الخطط وغير ذلك من الأمور. علينا أن نشرع وأن نعمل وأن نبادر إلى درء المفاسد عن الناس، لأن كل وقت يمر والمفسدة مشتعلة هذا يحقق ضررا كبيرا في الأموال وفي الأنفس، والله عز وجل لا يحب أن يستشري الفساد. شكرا. مع مداخلة أخرى للدكتور خالد تقي الدين رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بالبرازيل. السلام عليكم. بداية أشكر الدكتور محمد عزت الأمين العام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. الموضوع بالنسبة لموضوع التدريب، يعني التدريب نحمد الله سبحانه وتعالى أن نوره قد تواصل إلى البرازيل، إلى المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل، وعقدنا دورة مع وزارة الأوقاف المصرية أونلاين، فهذا أمر جيد جدا ويشكر معالي الوزير الدكتور محمد مختار جمعة على ذلك. الدكتور عبد الله مبروك بارك الله فيه النجار تكلم عن جرائم البيئة، ونحن لدينا يعني في البرازيل نموذج نود يعني أن يكون أن نراه بعين البصيرة وأن يتم تنفيذه. أي شأن يخص المجتمع يبدأ بداية من رجال الدين، يجتمع يعني يجمع المسلمين واليهود والنصارى يتحدثوا في هذا الشأن، ثم يرفع تأتي الدولة من خلال المشرعين يأخذوه ويشرعوا. ألا نستطيع أن نحشد الدعم العالمي من خلال من بداية كما يقول الدكتور رضوان السيد 3 مليون رجل دين في تلك البلاد في البرازيل لا يتلقون رواتب من الدولة، لأن الدولة هي دولة علمانية، ولكن هذا الحشد الدولي ألا يجوز لنا أن نقوم بدور كبير في تجريم الاعتداء على البيئة كما هناك جرائم حرب؟ النقطة الأخرى بالنسبة للدكتور رضوان السيد،
هو تكلم بكل صراحة في هذا الأمر. نحن تأخرنا كثيرا في كثير من الأمور، يعني موضوع الأخوة الإنسانية، شعوب كثيرة تقدمت لأنها عانت من موضوع التفرقة، كمثال البرازيل لما كانت فيها العبودية وغيرها وغيرها، بدأ الحوار داخل البلد نفسه وأصلوا لمفهوم الأخوة الإنسانية. نحن أتينا بعد ذلك نتناقش فيما بيننا حتى نوجد اجتهاد لهذا الأمر. تذهب هناك لبناني مصري برازيلي أيا كانت جنسك أو لونك، ليس هناك تفريق بين واحد وآخر بسبب الجنس أو اللون، إنما هو مواطن. الدولة تعطيك أرض تقيم عليها المسجد، الدولة تجيز لك للمرأة أن تستخدم الحجاب، الحقوق مضمونة، ونحن نشارك في هذا لأن هذا يدعم الأخوة ويدعم التعايش داخل الدولة على أساس المواطنة. المهندس أحمد عباس، أود أن أهنئكم على هذا الأمر، أمر عظيم جدا، الحفاظ على البيئة داخل جمهورية مصر العربية، وهذا مما قام به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه القيادة الرشيدة التي تحافظ على البيئة وتحافظ على الإنسان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شكرا شيخ خالد الرزق تقي الدين. والآن مع المداخلة الخامسة الدكتور أيمن علي أبو عمر. السلام عليكم. أولا تحياتي للمنصة الكريمة، رئيس الجلسة سيادة الأمين العام، وأستاذنا الجليل أستاذ الدكتور عبد الله النجار، وللسادة الأكارم، وأستاذنا الدكتور رضوان. والحقيقة استفدنا من المداخلة واستفدنا من الجلسة العلمية ومحاور كثيرة تم الحديث عنها، الحقيقة تفتح لنا آفاق من التفكير وآفاق من السعي وراء إرساء كثير من القيم الدينية والقيم الإنسانية. أنا عندي استيضاح، يعني استيضاح التلميذ من أستاذي والمتعلم من المعلم، أستاذنا الدكتور رضوان. وإحنا حينما تحدثت سيادتك عن مبدأ الشورى، وأنه حينما طبق في المجتمعات الأوروبية، وأنا يعني أقر بذلك وأوقن به وأثمنه، لأن أنا عشت في أرقى المجتمعات الأوروبية في سويسرا، وشفت كيف يتعامل هناك المواطن مع المواطن، وكيف تتعامل الدولة مع المواطن. لكن حينما أرد هذا الأمر للشرع الشريف ولديننا الحنيف، أجد أن الأصل عندنا وليس عندهم. ربما أتفق مع سيادتك في أن إحنا كنا في سبات، كنا في غفلة، ثم استيقظنا حينما رأينا تراثنا ينتفع به غيرنا. لكن هل هذا الأصل الذي أقره القرآن الكريم قبل 1400 عام، هل يقال أن هذا الأصل مبدأه وأصله في أوروبا، أم أنهم هم الذين استفادوا منا؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. وهذه الآية الأخيرة جاءت بين الحديث عن الصلاة والزكاة، فوضع ربنا سبحانه وتعالى مبدأ الشورى في مكانة عالية. والسنة العملية لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ترسيخ هذا المبدأ، مشاورته لأصحابه في يوم أحد، في يوم بدر، في أسارة بدر، بل مشاورته لزوجته الكريمة السيدة أم سلمة في صلح الحديبية. وكانت من بركة هذه المشورة أن أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني حلت قضية كبيرة جدا كانت ممكن تحدث. هل يجوز لنا أن يعني أن نرد هذا الأصل إلينا ونقول أننا تخلينا عنه فترة ثم عدنا إليه، ولا هذا الأصل لم يكن أصلا موجودا في هذه الشريعة الغراء؟ شكرا لسيادتك يا فندم. هذا قصد حتى رشيد رضا عم يقول المسائل تواصل. لا تقول انه نحن اكتشفنا النظام البرلماني على اساس انه عندنا شورى، ولكن مجتمعنا الاسلامي ليس مجتمعا هرميا، هو مجتمع شوروي، ليس مجتمعا هرميا حتى في الشأن السياسي. إنما تحويل هذه المعاني إلى مؤسسات تمت في الغرب ولم تتم عندنا. فإذا أخذناها فلا ينبغي أن ننسى أن هذا الوعي
الذي أنتج هذه المؤسسات أفدنا فيه من الأوروبيين، وليس معنى ذلك أنهم لهم أخذوه عن لا لهم أخذ لا ليش لم يأخذوه عنا، ولكننا وجدناه مفيدا فأخذنا وأردنا أن يألفه المسلمون فقلنا إن أصله الشورى. مسألة التأويل هذه مسألة حتى الآن مشكلة كبرى. شرعنا كيف تشرعن جديدا؟ حتى الآن نحن مختلفين اختلافا كبيرا في مناهجنا في شرعنة الجديد النافع. الجديد النافع في هناك ميل عند المسلمين بسبب صدمة الغرب هذه أنه لا نريد أن يكون لنا علاقة بهم من الناحية القيمية على الأقل والأخلاقية، يعني لابد من التخلص من هذا الأمر. ونقول هناك تواصل حضاري وهناك تواصل ثقافي وهناك تواصل سياسي، ونأخذ الجديد النافع ولا ننكر أننا أخذناه، وفي نفس الوقت نستشير تراثنا ونستشير أخلاقنا ونرى كيف يمكن أن يحدث هناك تكامل. فالتواصل هو مثل التعارف، هو تكامل، والله سبحانه وتعالى أمرنا به. شكرا. معنا مداخلة أخرى من الدكتور محمود مرزوق، مكتب مساعد معالي الوزير لشؤون الامتحانات. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة وعلى الإبداع وعلى الطرح المتميز من السادة العلماء. خالص الشكر وعظيم التقدير لمعالي أستاذنا الدكتور وزير الأوقاف على دقة اختياره لهذه الموضوعات، وهي موضوعات الساعة بالفعل تتميز بالدقة وبالموضوعية وكذلك بالعمق الفكري والتي تجمع بين الأصالة والمعاصرة. بالفعل كما أشرتم حضراتكم أن المجتهد وعلاقته بقضايا المجتمع وبقضايا البيئة هي علاقة وثيقة لا تنفك عن المجتهد أو الداعية، لأنه لا يعيش بمنعزل عن واقعه ولا عن تحديات الواقع ولا عن مشاكل الواقع، ولكن يقدم ويساهم بحلول في هذه المشكلات حتى يعود نفعها على الوطن وكذلك على بيئته ومجتمعه. ولنا رصيد في ذلك سابق من دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكانوا يقدمون الحلول في مجتمعاتهم وبيئاتهم، وكان ذلك من لب دعوتهم وصميم رسالتهم. وكذلك مما يذكر ويشكر لوزارة الأوقاف أنها ساهمت في نشر ثقافة الوعي البيئي من خلال خطب الجمعة والندوات وبرنامج النشاط الصيفي للأطفال، والذي كان يركز دائما على كل الحفاظ على مقدرات الوطن وعلى ثرواته وعلى موارد الطبيعة وكذلك ثرواتها، في إطار قول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور محمود على هذه المداخلة. والآن مداخلة الدكتور محمد رجب مدير إدارة الفتوى وبحوث الدعوة. السلام عليكم. السلام والتحية والإكرام المنصة الكريمة. الاجتهاد ضرورة العصر بل هو حياة العصر، هذا العنوان الذي كان اختيار لمعالي رئيس الجمهورية وللدكتور مختار الجمعة وزير الأوقاف أكرمه الله، يدل على حاجة المجتمع إلى هذا الاجتهاد، لأن القضايا المتجددة والحادثة في الحياة تحتاج إلى حكم شرعي يتناسب مع واقع الحياة ويكون مستمدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووزارة الأوقاف لا تألو جهدا في هذا المجال، فعلى سبيل المثال الدورة المتكاملة للأئمة والواعظات التي انتهت قريبا بأكاديمية الأوقاف في مدينة 6 أكتوبر، وكان يشرفنا بالحضور فيها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار، وألمح إلى قضية هامة وناقشتها مع سيادته، وهي ارتباط الحكم الشرعي بالزمان والمكان.
وهذه القضية تفرض علينا أن نكون على أهبة الاستعداد وعلى قدر المسؤولية وتحمل الأمانة في الإجابة على كل القضايا والفتاوى المتجددة في حياة الناس، وخاصة مما يتعلق بالبيئة والمناخ والأشياء التي تهم حياة الناس. فهذا جهد مشكور، وأحمد الله سبحانه وتعالى أنني كنت واحدا من هؤلاء الذين اختارهم معالي وزير الأوقاف لهذه الدورة المتكاملة، واستفدنا فيها استفادة كبيرة، وكان معنا عدد من الأئمة والواعظات، أكرم الله الجميع بهذا العلم النافع من فضيلة الدكتور عبد الله مبروك النجار وغيره من الأساتذة الكرام الذين كانوا معنا في هذه الدورة. فالشكر موصول لمعالي الأستاذ الدكتور مختار جمعة وللمنصة الكريمة وللأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد عزت، جزاكم الله خيرا وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع الآن إلى مداخلة الدكتور خضر عبد الباقي محمد مدير المركز النيجيري للبحوث العربية بنيجيريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر لجمهورية مصر العربية ولفخامة الرئيس على رعاية هذا المؤتمر المهم، ولمعالي الوزير سعادة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، ولأهلنا في مصر جميعا. عندي نقطتان أود أن يعني أطرحهما أمام هذا الآذي الكوكب من العلماء. عند الحديث عن موضوع الاجتهاد يرد في توصيفنا أن الاجتهاد لابد أن يكون اجتهاد، أن يكون الاجتهاد اجتهادا جماعيا في هذا العصر، ولكنني أريد أن ألفت الانتباه إلى أنه حتى لو كان الاجتهاد اجتهادا جماعيا أو مؤسسيا في المصطلح المعاصر، لا يعطيه تلك العصمة. كأن الاجتهاد المؤسسي والجماعي لا يجب أن يخالفه، لأنه من لأن الاجتهاد في الأساس قائم، فكرته قائمة أساسا الاختلاف على النظرة من زاوية أخرى. فبالتالي الاجتهاد الجماعي يجب ألا نبالغ كثيرا في حتى يولد لدى العقل المستمع أو الجيل القادم، ليس أنتم وأنتم علماء، أنه لا يجب مخالفته فليس له عصمة، لأنه قائم على ما نسميه بالاعتبارات. النقطة الثانية أيضا في توصيفنا لموضوع الاجتهاد أن الاجتهاد لابد أن يكون مبنيا أو مراعيا للمصلحة. المصالح على درجات، والمصلحة أصلا تقديرها أو مبنية على مواقف تقديرية، فالتقدير عندي غير التقدير عندك. فبالتالي توصيفنا أن يكون الاجتهاد مبنية على المصلحة، المصلحة المصرية غير المصلحة النيجيرية عند علماء نيجيريا، والمصلحة السعودية ليست المصلحة العراقية. فبالتالي نحن يجب أننا نشير في هذه العجالة لدى العلماء أن مسألة أننا كأن المصالح وكأن الاجتهاد لابد أن يكون اجتهادا واحدا ومؤسسيا. العالم الإسلامي يبقى على اجتهاد مؤسسيا واحدا، لا، أو لا يجوز مخالفة هذا الاجتهاد المؤسسي حتى ولو كان مؤسسيا وجماعيا، لا يملك حق العصمة أو عدم الجواز في مخالفته. هذه فقط هي النقطتان اللتين وددت أن ألفت انتباهكم إليهما، وشكرا. شكرا على هذه المداخلة. وقبل نهاية الجلسة نستمع إلى تعقيب من الدكتور عبد الله النجار. بس هو التعقيب فيما يتعلق باستكمال الفكرة التي بدأتها، وهي أن المبادرة إلى الحلول يجب أن تكون سابقة للتصور إن لم تكن مقارنة له. وأنا أذكر
أن المبادرة إلى حل المشكلة يجب أن تكون سابقة لتصورها والاجتهاد فيها حتى لا يضيع الحل في أتون الاجتهاد وفي أتون وجهات النظر وفي أتون الخلاف. وأنا أذكر يعني هذا أمر واقع في التشريع الإسلامي وفي التشريعات الوضعية أيضا، أن كثير من المصطلحات نتعامل معها وندبج القوانين والتشريعات حولها، ومع ذلك فإن معنى الفكرة التي تحمى بالقانون والتي يدور حولها التقاضي وتنعقد من أجلها المحاكم والجلسات ربما لا يكون واضحا. ومن ذلك مثلا مصطلح الحق، لما يعني كلمة الحق نحن ننطق بها في اليوم عشرات بل مئات المرات، وكل واحد يقول هذا حقي وهذا حق فلان وهذا. كلمة الحق في ذاتها حتى الآن لم يصل أحد من الفقهاء إلى تعريف مضمون الحق. كلمة الحق لا في الشريعة ولا في القانون، حتى فقهاء الشريعة الإسلامية لما أرادوا أن يعرفوا الحق احتاروا فيما بينهم ووضعوا تعريفات كثيرة، وكل تعريف لا يمكن أن يكون جامعا مانعا لمعنى الحق، حتى قال بعض الفقهاء إن الحق هو ما حكم الله به، لكن أخذ عليهم ما هو الذي حكم الله به، وأبو حنيفة له رأي والشافعي له رأي، وحتى النظر فيما حكم الله به محل اختلاف. ولكن هل هذا كلمة الخطأ؟ الخطأ حتى الآن لم يتم وضع تعريف محدد له يمكن أن يترتب عليه المساءلة والمساءلة التي تليق به والتي تتناسب معه. ومع ذلك فإن الحساب على الخطأ سائر في المحاكم وفي الحياة العامة، بنعرف إيه هو الخطأ ونقننه في وقته وفي حينه ونضع له العقاب. فأنا وكثير من المصطلحات ومنها مصطلح البيئة، لأن حتى فكرة مصطلح البيئة ما زال حتى الآن ما هي البيئة وما هي مشتملات البيئة، هذا أمر يمكن ربما لمداهمته لنا فكريا وتشريعيا نحن الآن في صدمة التصور لهذا المصطلح، لكنه وما يحيط بنا من الكائنات ومن البحار ومن الهواء ومن الأرض وغير ذلك مما خلق الله لوجود الإنسان ولراحته ولسعادته في دنياه حتى يكون سعيدا في أخرى. فأنا عايز أقول أن تصور المصطلح أو تصور الماهية صحيح نحاول أن نصل إلى حل له، لكن ذلك لا يمنعنا من أن نبادر إلى وضع الحلول. وأنا أرى أن كثير من الشعوب التي تقدمت في وضع الحلول لمشكلاتها العملية بادرت إلى العمل ولم تقف حتى تنتهي إلى التصور نعرف هو إيه الحق وبعدين نتقاضى بشأنه. لا، نحن الآن نتقاضى من أجل حقوقنا، ومعنى الحق في ذاته لم يصل فقهاء الشريعة أو القانون إلى وضع تعريف محدد له. فالعمل العمل العمل. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نهاية الجلسة اليومية الخامسة الحفاظ على البيئة أشكر الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية والأستاذ الدكتور رضوان السيد عميد الدراسات العليا بجامعة محمد بن زايد والمهندس أحمد عباس مدير عام جهاز شؤون البيئة وفضيلة الشيخ ديار السباهيو رئيس المشيخة الإسلامية بألبانيا، وأشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.